نحن نريد أن نخلق وضع جديد، واقع جديد في غزة، وهذا الواقع الجديد في غزة سيساعدنا في خلق وضع جديد في كل المنطقة. الوضع الجديد في غزة، سيد ليور بندور رد عليه غوتيرج، قال بأن الأمم المتحدة ترفض إقامة نظام حماية برعايتها في غزة. يعني هذا الخيار لم يعد موجودا، خيار أن تستلم مصر السيطرة الأمنية أيضا رفضته مصر. ما الذي يتبقى لإسرائيل من سيناريوهات حتى تعطي غطاء شرعيا لما تقوم به في غزة أو بعد نهاية الحرب؟ أنا أشكرك على هذا السؤال، وذلك يظهر إنك تعتبريني خبير في شؤون مستقبلية، دبلوماسية مستقبلية. لا أعلم. أنت قلت يا سيد بندور أنت تحدثت عن المستقبل حتى قبل نهاية الحرب، قلت سنخلق وضعا جديدا في غزة يكون بما معناه وضع جديد في المنطقة. أنت الذي تقرأ أقصد المستقبل ولست أنا. أنا أسألك سيد بندور. شكرا للتوضيح. إذن نحن سنخلق وضع جديد. الوضع الجديد سيبدأ بالقضاء على التهديد الإرهابي الموجود حاليا في غزة، الذي يعرقل المجريات الأمور الطبيعية في الحياة في إسرائيل، وأيضا يشكل تهديد وعرقلة على بعض الدول المعتدلة في المنطقة، أو مثلا أيضا على السلطة الفلسطينية. لا أعتقد أن السلطة الفلسطينية في رام الله مستعدة لدخوله، كانت مستعدة أمس أو قبل 7 أكتوبر كانت مستعدة للدخول إلى غزة لتتولى السلطة في غزة، لأننا نذكر ما حدث في 2007 عندما حماس طردوا فتح والسلطة الفلسطينية ورموه من السطوح. إذن أعتقد فقط أعتقد افتراضيا أن السلطة الفلسطينية أيضا تتمنى أن تنجح إسرائيل وتكمل إسرائيل مهمتها للقضاء على الإرهاب في غزة وتنظيف غزة من التهديد الإرهابي، لكي نتمكن في المستقبل أن نتحدث عن إمكانية دخول السلطة الفلسطينية. لا أعلم إذا هذا سيكون السيناريو، علينا أن نتقدم خطوة خطوة لنرى من سيتولى إدارة الشؤون المدنية العسكرية السيطرة كل الأمور الاقتصادية في غزة. هل سيكون ستكون مصر بشكل جزئي، أو السعودية، أو دول عربية التي ستمول المشاريع لإعادة بناء غزة، أو إذن حتى اسمح لي يا سيد بندور، إذن أنت بشكل أو بآخر تتوقع عودة الغزيين إلى بيوتهم وبلداتهم ممن هجروا منذ تقريبا 46 يوما، لأنه حتى تكون هناك سلطة أمنية. سلطة أمنية على من؟ على الدمار الذي حدث؟ انظري هنالك إمكانية لعودة كل النازحين إلى بيوتهم وإعادة بناء العمارات تبعتهم.